بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل شرح chapter 1 وبنعرض لي اكزامبل على G90 اللي هو الوردرس format ادرس فورمات فبيقول لي إيه؟ the address code G90 in a program هنا بقى نبدأ نوضح بقى دي G ادي ألفا ودي النوميريك مطبوعا بالنوميريك يبقى دي جي اللي هي الـ ألفا و 90 اللي هي Numeric Value. نقول إيه Tell the controller that all measure are in the absolute mode G9. while the code G91 Tell the controller the control that the measurements are in the incremental. مود يبقى دي جي 90 ودي جي 91 ده اول وورد ادريس فورمات اتعرفنا عليها بعد كده بيقول لي ايه تعالى للكودز عشان نتعرف عليها ونعرف شرحها كويس قوي the most common codes used when programming C in machine in tools are G codes اللي هي preparatory function and M codes اللي هي ايه miscellaneous فانكشن بيقول لي عندي كمان ايه بقى الرئيسيين عندي يا شباب لو كلهم هنشتغل بهم اللي هو جي كودز والام كودز اذر كودز ساتش از اف اللي هي للفيد والاس اللي هي للسبيد والدي اللي هي الكتر دامتر اند التي اللي هي الكتر دامتر اوفست والتي اللي هي للتول نمبر uh, بيقول لك ايه ار يوزد فور ماشين Uh, functions uh, زي ما نقيش such as feed, speed, cutter diameter, uh, offset uh, with tool number etc. طيب. نيجي يقول لي إيه لو أنا بتكلم على G codes فيقول لي G codes told the machine or uh, to perform certain function on the X, Y and or Z axis of the machine tool. Most G word أي أنا بقول إيه جي مثلا ايه؟ جي 01 يبقى معناه انت عارف ايه؟ لو انا بدي جي 01 بقول له امشي لينير انتربوليشن اعمل ستريت كات في الايه؟ فانا بقول له ايه؟ جي 01 اكس ب مثلا ايه اكس ب 2 وواي ب 4 يبقى اذا هو هيمشي في اكس بي بيمشي في اتجاه اكس ب 4 ويمشي في اتجاه واي ب 2 وبندي له مثلا زد بماينس 2 يبقى اذا كده احنا حققنا ستريت كات في

طالما انا ما غيرتهاش واعمل مثلا سلوت اخر هديله بس ايه الدايمنشنز بتاعت السلوت الثاني اللي انا هفتحه وما اكتبش زي زيرو ثاني لان هي ستيلين افكت لحد ما انا اضع جي كود ثاني يبقى كده ايه اقدر ايه ان انا اغير بس بقول ايه مش كل جي كودز لا مش كلهم موست غالبيه الجي كودز اللي هي ايه موديل يعني ستي ان افكت انتل ريبليسد باي ايه انذر موديل جي كودز